السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا متابعيني، مساكم الله بالخير، حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا. بعض العرب إذا جاء عنده يعني طلبه لحد أو احتاجوه الناس يرفع خشم عليهم ويفكر الأيام ما هي بدائرة، ولو هو بجايه نفس المشكلة أو بيتعرض الموضوع مثل هذا الموضوع، فيرفع خشم على الناس ويطلبونه ويعطونه لكن هو يرفض، يعني شايف نفسه عليهم وشايف ان الحق معه وشايف انه ما رايح يتنازل لهم الا يعني بذاك الشيء. فالقصة ما فيها ان في واحد قدر الله على ولده ذبحه واحد من ربعه في الوقت الماضي، يعني قبل حتى الملايين هذه تجي وقبل، وهو كان جار، وبعد ما الولد هذا ذبح ولد جارهم شد جاره وحلل على ناس ثاني بعيد منهم ودخل عليهم، قال انا دخيلكم ان ولدي غلط في ولد جاري وذبحه وانا دخيلني عليكم. زبنوا عندهم وراحوا للرجال هذاك وعلموه، قال ترى فلان عندنا واللي تبع منه حاضر فيه. الوكالة العمار الرجال هذا زعل ان ولده قتل وما لومه يعني، لكن هذه الظروف تصدف. الوكاد انهم يسووا فترة، بعد ما يسووا فترة حكم على هذا الولد بالاعدام. وكانت بالمناسبة كان القتل يعني مو عمد، يعني كانوا يلعبون فغلط فيه الرجل هذا الولد هذا وذبحه بطريق غير يعني ما هو متعمد بالغلط. قالوا ما لنا نروح نطلب ولد الولد أبو الولد ذا عسى أنه يتنازل. راحوا له جاءوا قالوا الدنيا تبلى والأمور هذه، وقعدوا يكلمونه وقعدوا كل ما جاب له ناس رفض 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 رفض. قالوا بنعطيك إبل، قالوا بنعطيك حلال، قالوا مهما خلوا إلا ما عرضوا عليه ورفض. قال ما في، أبغى فلان يقص اللي هو ذبح ولده. الوكاد يا طوال العمار راحت الأيام وقص الولد هذا، وجلس هذا الرجال ويا عياله أربعة، ويوم جاء ذاك اليوم أن الله يقدر على أحد عياله ويتعرض له واحد من جماعة الرجال اللي قصوه ويتعرض له ويذبحه. طبعا ما كان يعرفه، هم كانوا في مدينة وتلاقوا في موقع ما أدري وش هو، المهم من رجاجيل تذابحه. طلع أن هذا الرجال المذبوح من جماعة الرجال اللي ما تنازل عن القاتل الأول. دارت الأيام وصاروا ذا الحين يطلبون هذا يتنازل عن القاتل. فأب الولد هذاك المقتول كريم وشجاع ونبيه وحليم، فقال والله شوف احنا لما جيناك نطلب التنازل عن ولدنا حتى السلام ما كنت ترد علينا، وهو غلط لكن هذا عمد يعني متعرضة بالشارع وذابح، فحنا ما رح نتنازل. وكان في هذه الحالة بالولد هذا الأخير يبغى هذاك يذوق دروس الحياة، كيف أن الحياة، كيف أن الدنيا هذه بسيطة، وكيف أن الواحد لا يتقسى، يعني جاء عنده موضوع يا أخي يتسهل مع الناس. فقال خلني أشد عليه، هو في البداية يبغى يتأدب، هم أصلا جماعة وربع، وفي النهاية هو في قرارة نفسه أنه بيتنازل لكن يبغى يتأدب ويبغى يعرف الأمور. المهم كل ما جابوا للرجال هذا ناس يطلبونه رفض. قال هو قتل ولدي ولدنا العام، والحين ولده يقتل في ولدنا. فراحت الأيام، المهم كل ما جابوا له جاهية، كل ما جابوا له ناس رفض. راحت الأيام حكم على الولد بالقصاص، خلاص يعني استسلموا، قالوا خلاص الولد هذا بيقص. المهم من عادة الشرطة ومن عادة المحكمة إذا جاء يوم القصاص يدعون الأطراف كلهم يحضرون. حضر هذا أب الولد هذا اللي بيقص،
وحضر أب الولد المقتول. خلوهم يوم أعلنوا الإفادة ورفع العبد أو رفع السياف السيف يبي يقص رأس المجرم هذا أو المطلوب هذا، فرفع يده أب الولد المقتول وقال أنا عفيت، قال أنا عفيت لله. فتعالت الأصوات والتكبيرات وتعالى صوت المدح وصوت الثناء على هذا الرجال واثنوا عليه، وقال ما أبغى شيء. قالوا ربع الولد هذا إيش تبغى؟ قال أنا ما أبغى شيء، أنا تنزلت منه لله. أبوه ذاك الأيام حكم علينا رفض، لا قبل حكم ولا قبل شيء، قص ولدنا، لكن حنا اليوم نعفيه ولده لله سبحانه وتعالى. فطلعوا من عند ميدان القصاص ولد هذاك معه، وإذا راح الهلة. الوكاد أن العبرة يا طول العمار أن الواحد إذا جاء عنده موضوع ما فلا يتكبر ولا يرفع رأسه ولا يقول خلاص إن الحق معي وأنا لا، الأيام دوارة والدنيا هذه يعني ضعيفة وقريبة من بعض، يعني سبحان الله ما تدري الأيام تدور عليك، فخلك سمح. حصل لك موضوع مع ناس، حصل لك شيء، خلصه بالذي هو أحسن، تقدر تساهم برأيك مالك بوجهك بجاهك ساهم، أما أنك طال عمرك تسكر البيبان في وجه الناس وتتكبر عليهم من الحساس الحق معك. طيب الحق معك يا أخي، تنازل إذا تقدر تنازل. إن شاء الله عجبتكم القصة، سلامتكم.